قررت بنتك انه تعيش المساكنة مع الشاب اللي بتحبه. الخيارات هني: ما بتتدخلي بقرارة، ترفضي طبعا لانه الدين بيحرم هالامر، ام بتشجعيها على هالخطوة لتتعرف على شريك حياتها. انا مش هتدخل في قرارة. اول خيار. ايه؟ مش هتتدخلي في ايه؟ ليه بقى ان شاء الله؟ قبل رانيا في ولد لمؤاخذة هيعيش مع بنت حضرتك في بيت واحد، هتقولي لها عادي يا حبيبتي اعملي اللي انت عايزاه؟ هو ده الاعلام؟ هو ده اللي بتصدروه لاولادنا حسب الله ونعم الوكيل؟ اني حتى لو اتدخلت هي برضه هتعمل اللي هي عايزاه. حتى لو اجت قالت لك انا عايشه مساكنة؟ ما انا بقول لك انا مش هتدخل في قرارها، يعني قبولي او رفضي للشيء هي اللي في الاخر اللي هتقع، هي تعمل برضه اللي هي عايزاه. ايه ده؟ مفيش اي حكم من اي نوع عليها؟ ليه؟ طب ده بينك وبينها يظهر لنا احنا ويظهر لاولادنا ليه؟ ها؟ احنا ذنبنا ايه في اللي بيحصل ده كله؟ عشتي المساكنة انت يا لا اعوذ بالله، لا لا اعوذ بالله، بس بنتها عادي لو عايزه تجرب براحتها وبراحتك انت كمان، بس بره عننا والنبي. اسمعي كده وشوفي قبل غدا هتقول لك ايه وتعلمي يعني ايه تربيه. قالت لي رانيا يوسف اثناء حلول ضيفي معي بالبرنامج، قالت انه بتحترم قرار بنتها في حال قررت تعيش المساكنه بكل صراحه، والله يخلي لك حفيدتك الاثنين بنات روتانا. اذا بحال اجت حفيده قالت لك انا عم عيش مساكنه بس تكبر وانت عرفتي او انت اكتشفتي لحالك، شو بيكون موقفك؟ موقف العاشر. مش هستنى لما هي توصل تقول لي كده، يعني اكيد اكيد من دلوقتي وهما صغيرين اكيد متربيين وعارفين ان ده حلال وان ده حرام وان ده ينفع وده ما ينفعش. ما ينفعش انه ما يصحش، حرام وعيب وكل حاجه غلط فيه، ما ينفعش. ايوه كده، بس هل الرد ده عشان حضرتك اصلا كده كده انت مخنوقه منها من زمان، ولا هو ده قناعه شخصيه؟ هي سنه سودة، هو جيل منيل وما يعلم بيه الا ربنا، وربنا يستر على ولايانا يا رب. فتحت الباب اخذوني من شعري نزلوني طلعوني بالهامر، اكيد انضربت، ضربت بإيديهم وبالكلاشن بكين. تعرضت للاغتصاب؟ لا. لماذا قيل في الإعلام أنه تعرضت للاغتصاب؟ بكون لأنه واحد من اللي كانوا عم بيكتبوا كان بيتمنى أنه هو يخطفنا ليغتصبنا بركة. أنا كنت متعاطفة معاكي لحد قبل الجملتين دول. يغتصبنا بركة. واحد بس. الله. إيه؟ الموضوع على إيه بالظبط؟ الموضوع ده كتير. انت خدي بعضك وامشي، والله العظيم يا بنتي انت قاعده في مكان خطر اصلا. عم بتضحك على الموضوع والموضوع مأساوي. مفيش حاجه اسمها مأساويه بالنسبه لهم. استاذ سوني سؤال الرفيع لمؤاخذه، هو انت متجوز؟ هل هتعرف تروح ولا تمام انت كده بقيت في الاستوديو؟